بكم في جوشو على شاشة التلفزيون العربي. أخيرا رجعنا من أجازة الجواز. في حاجة مهمة عايز أقولها. محدش يتجوز؟ لا لا لا، قصدي محدش يتجوز إلا لما يكون قد المسؤولية ويجيب نيش. أنا ما جبتش نيش، الموضوع عندي مش خالص يعني، وأنا لسه عند كلمتي. اللي ما اتجوزش مصرية ده ما اتجوزش في حياته، وكل الرجالة اللي متجوزة مصرية عارفة أنا أقصد إيه كويس. أصبحت السيدة المصرية هي الأولى على نساء العالم في ضرب الأزواج. إن نسبة النساء اللي بيضربوا أزواجهم وصلت إلى 66%. يعني اللي عايز يتجوز واحدة ياخد باله كويس قوي من نفسه قبل ما يفكر إنه يضايقها، لأن في الآخر أكياس. طب بتجيبوا الكلام ده منين؟ الدراسات دي بتجيبوها منين؟ ما أنا متجوز أهو يعني عادي طبيعي. لا ده دي وانا في المطبخ بساعد في بكامل ارادتي، كامل ارادتي بس عشان تبقوا. المهم بقى خلينا نرجع للحلقه، خلينا نرجع للحلقه. زي ما انتم عارفين احنا ما بنسيبش حاجه، طول عمرنا بنبين الحقائق والمستخبي. وانا خلاص رجعت من الاجازه وفضيت لكم بقى وقاعد لكم ومش هسيب اي حاجه للاعلام. انت عايز ايه؟ عايز تدمر البلد دي؟ ما تقول لنا انت ايه قصتك في الموضوع. انت لو بتحب البلد دي حتى لو حاجة، احنا لو عندنا حاجة في البيت بتداري عليه، مش كده كلنا بنعمل كده؟ لو عندك مصيبة في بيتك في 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 الأسرة بقعد أشرشح وأقول لكل الجيران ولا بنلم الأمور؟ طبعا يا ست اللواء بنلم الأمور، يعني لو عندنا مشاكل بنداري عليها. يعني يعني في فقر بدأ يظهر علينا بنشد الحزام، البطالة كبرت عادي نلبس لها واسع. يعني ما احنا بقالنا 60 سنة في الفضيحة اللي انت شايفها دي، عادي يعني قشطة بتمشي. والراجل اللي السبب في الفضيحة اللي احنا فيها ديت يعني عايش حياته دلوقتي. لكن يا سيادة اللواء الوطن اللي بجد المفروض يروح يدور على مين اللي عمل الفضيحة دي. يعني ولا مؤاخذة يعني لا أصدق إن واحد شرب من مية نيل مصر وكل من الزرع بتاع ترابها ويطلع يهاجم بلدها، بلده أيا كان. إنما الناس دي ما بتحبش مصر، صدقني يا احمد. وساعات بحس، عارف لما تقول ده واحد ابن حرام ما رضعش من بلد من صدر مامته. الله يسامحك يا ست اللواء، والله ما هرد عليك. بس بمناسبه الرضاعه بقى، الاسبوع اللي فات مصر كلها كانت بتتكلم عن مشكله نقص لبن الاطفال. المعارضه على طول استغلت الموضوع وقالت ان الجيش هو السبب وبيحتكر اللبن، بس مفيش دليل على الكلام ده. الدوله قالت ان الصيدليات هي السبب وهي اللي بتحتكر اللبن، بس برضه مفيش دليل على الكلام ده. لكن الدليل اللي موجود فعلا قدامنا ان الامهات مش لاقيه لبن الاطفال ونزلوا باطفالهم في الشارع يتظاهروا علشان عايزين لبن. شويه الحراميه اللي ما يزيدوش عن 3 4 4 بالتحديد، فاكرين ان هم لما يعملوا همبكه ويأجروا شويه بلطجيه كل واحد فيهم ياخد 100 جنيه ويطلع يقول كلمتين في الشارع، وكام واحده شايله اطفال او مأجره طفل كويس مأجر لهم اطفال يشيلوه على والله على واحده يا سياده اللواء اقسم بالله واحده شايله طفل سنانه كامله وهي ممكن مثلا يعني تردع شارع حاجه كده ضخمه وواقفه. انت متاكد ان اللي شفتها دي كانت واحده ست مش ثلاجه بيبسي؟ وبعدين يعني يا استاذ عزمي انت مركز قوي ليه كده في سنان الولد؟ انت ساكن فين بالظبط يعني؟ معقوله واحده هترضع شارع كله؟ انتوا يعني قصدين تقولوا ان مفيش ازمه وكالعاده اللي نازلين دول خونه ومأجورين واخر حاجه بيطلعوا بيرضعوا عيال عندها اسنان؟ طب خلاص يا جماعه، يا ريت بقى الناس تبطل تطلع اشاعات على الحكومه، ويا ريت برضه الحكومه تنسى الموضوع ده وتبطل تطلع بقى تصريحات ومنشورات. النهارده في منشور رقم 562 طلع من وزاره الصحه، عاوز تصرف لبن الام لازم تكون جايبه 3 توائم. توائمين؟ لا لازم يكونوا 3 توائم على فكره. محدش بقى يصيع ويجيب اي 3 اطفال ويجي يجيبهم لنا، مش هتاخد لبن. زيك زي اللي جايب 1 او 2، اللي جايب 1 او 2 تروح شارع عزم مجاهد هتلاقي ست هناك. عموما فعلا يعني بجد نتمنى ان الامهات اللي في مصر اللي مش لاقيين لبن لاطفالهم يلاقوا. ودي كانت اخر مشكله ما بين الشعب والحكومه. كالعاده كل واحد فيهم بيتهم التاني بدون دليل ان هو السبب. عشان كده النهارده قررنا ان انا اتقمص دور القاضي واحكم بين الاثنين. النهارده هتقمص شخصيه قاضي نزيه، قاضي شريف،
قاضي ما عندوش صفحة على الفيسبوك عشان الناس اللي هتقارن بس. القاضي ده هو اللي هيحكم ما بين الحكومة والشعب. نبدأ الجلسة. المدعي الحكومة والمدعي عليه الشعب. المدعي الحكومة، ايه مشكلتك مع المدعي عليه الشعب؟ احنا شعب غني الحمد لله وحكومة فقيرة. نحن شعب غني وحكومة فقيرة. نعم. انا بقول لحضرتك النهاردة في شعب جزء منه كبير غني والحكومة فقيرة. دولة فقيرة، حكومة فقيرة، وبين شعب عندها معاها فلوس. شوف المنتجعات، حسن احوال، ربنا يبارك. لا فعلا حقيقي. فضل انت، شكرا. فعلا الشعب غني والحكومة فقيرة. لا دي انا اشهد عليها بنفسي بصراحة. المدعي عليه، هل لديك ردود على ما قدمه الطرف الاول الحكومة من اتهامات؟ الشعب الغني يحب يقول ايه؟ ده رأي الشعب على فكرة، كلنا بالاجماع بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. كل البلد بقت حرامية، كل واحد بيعرف يسرق في المكان اللي فيه بيسرق. الاسعار الحكومة هي السبب فيها. الاسعار يعني في وادي والحكومة في وادي. يعني تفضل كده الاسعار كده تزيد كده خلاص؟ مفيش حد يعني، وحد كل المسؤولين منفضوا مش عارف ايه. طلع من الحكومة. الحكومة مش عاملة حاجة. قدامك واحد دلوقتي دماغه لسعت منه خالص، بيكلم نفسه في الشارع، ده من ايه؟ من ضغوط الحياة عليه. والله بقول للمسؤولين يبصوا للناس شوية يعني. أن تنظر الحكومة إلى الفقراء بعين الرحمة وبعين المواد. هعيش ازاي؟ أنا ميت مش عايش. خلاص خلاص. إيه؟ تتعاطى ولا إيه؟ ما تروح تغير جو في أي منتجع من المنتجعات اللي موجودة. روح مارينا. يعني هتبقى غني على الفاضي. يلا. الطرف الأول مدعي. ايه سبب الاتهامات اللي وجهتها للمدعي عليه؟ احنا شعب متعب قوي والله، وطلباتنا كتيره جدا. العيب مننا يا دكتور. ما هي مش دول مننا. المرور مين اللي بوظه؟ ما احنا. اللي بيرمي الزباله في الشارع مين؟ ما احنا. ما زي ازمه الرز، والله احنا اللي عاملينها. حدث شيء، خليني اقول لك التعبير الدقيق. من التنطع. تنطع. من مين؟ الناس. من احنا عندنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في كل يعني ناس متنطعة. كشعب لازم نشتغل. انا لو بشتغل وبقبض بدل 1000 2003 هقدر استحمل، انما انا قاعد على القهوة والاسعار بتزيد. يعني ناس متنطعة. انا قاعد على القهوة والاسعار بتولع. متنطعة. انا قاعد على القهوة والغاز بيغلى. انا قاعد على القهوة وفاتورة الكهرباء بتعلى. انا قاعد على القهوة وفاتورة المياه بتعلى. تنطع. شكرا يا مفيد بيه، على الرغم انك كنت هترجع علينا بالتنطع بتاعتك دي. اتفضل اقعد. متشكرين. دلوقتي الشعب حابب يقول حاجة او يوجه اصابع اتهام. يعني بما انك شعب متمطع. طيب المحكمة هتدخل شهود الإثبات والنفي عشان نعرف مين السبب. اتفضل يا تامر بيه، اتفضل دخلنا أول شاهد معانا، شاهد الإثبات. مين السبب؟ مين اللي وصلنا لهذا الاقتصاد السيء؟ مين، الحكومة ولا مين؟ الاقتصاد السيء. لا مين؟ خلينا واحدة واحدة. طب ما تسألنيش، طب قول أنت لوحدك. أنا وحضرتك والشعب والناس كلها. احنا دولة لا تنتج. لا أنا معاك في النقطة دي. مظبوط. برافو عليك يا تامر، واشكر لنا شاهد الإثبات اللي أنت مأجره، اللي أنت جايبه معاك. دخلنا يا ابني شاهد النفي، شاهد النفي من الشعب يشهد يقول مين السبب في اللي احنا فيه. السيسي قال لك احنا هنرخص الحاجة، ده غلى الحاجة، كل حاجة غلى، حتى العلاج غلوه. أم البلد في مجاعة، الناس جاعت خلاص. ده في هنا والله العظيم من كام يوم واحد يعتبر شتمني ومشي. شتمني وشتم الرئيس بسبب الأسعار. طب أنا مالي يا عم تشتمني أنا ليه؟ أنا عارف ما تشتمه هو. بنعتذر. والراجل اللي شتم ده خلاص اتجاب، محبوس هنا في زنزانة 7. خلاص يا جماعة خلاص. دلوقتي معانا الشاهد الثاني. لا دي شاهدة. اتفضلي يا أمورة تعالي. مواطن مصر انه يعيش في مستوى اعلى كتير من اللي يقدر عليه. كلنا بنصرف ببذخ ولا لا؟ بنصرف ببذخ. مواطن مصر انه يشتري الحاجة الغالية. يعني ما بقاش اقرع ونزهي. البي نزهي معانا برضو. شكرا يا أمورة على الشهادة. شكرا. اعوذ بالله. قراءة يا استاذة بسنت، انت راشقة كده في اي حاجة. الشاهد اللي بعده. تعال هنا يا ابني، مش هتبطلوا بقى تعيشوا في مستوى اعلى من مستواكو؟ يعني عاجبك الحل ده؟ يقول لك الغاز، قطعين الغاز في الشركات. من السبب؟ مش هو؟
السيسي؟ ما تقولش قلنا بلاش السيرة دي، بلاش السيرة دي، ودوه بسرعة زنزانة سبعة. اشهد الغيل يا ابن الشهود دول، ما عادوش يجوا تاني. هات لي ناس من عندنا، ناس من الناس الشعب، الشعب هاتوا لنا الشعب. ادخل لي احمد بيه الشاهد اللي انت بتاعك، دخل لي احمد بيه الشاهد بتاعك من الشعب يقول لنا الشعب عايش ازاي. من منا ما يعرفش منذ 30 عاما كان معظم الناس ياكلون مره واحده لحمه، في هذه الايام النهارده يوميا ياكلون لحمه. منذ 30 سنه كان معظم الشعب ينتظر المواصلات بالساعة والاثنين، النهاردة في كل بيت في كل منزل في سيارة وسيارتين بيمتلكها. يا أستاذ أحمد هذه شائعات، فيه إيه يا شعب؟ نتحمل شوية، نتحمل من أجل الوطن مصر. يا سلام، أهو ده واحد أهو من الشعب مش عايش معانا، إيه عايش معانا، يفضح الشعب المتمطع. الشعب دلوقتي كل واحد عنده عربية واثنين، هم دول الشهود اللي احنا عايزينهم. دخل يا ابني اخر شاهد من بتوعنا، ادخل يا مصطفى بيه الشاهد بتاعك، انت راجل بتتسم بالمصداقيه. ادخل مين معايا؟ اللي هو هشام عبد الحكيم. قول لنا يا سياده اللي هو ايه رايك في الشعب اللي بياكل لحمه كل يوم وعنده عربيه واثنين؟ ايه ردك على الناس اللي بتشتكي وما عندهاش عربيتين زي بتوع احمد موسى؟ احنا مصطفى بيه تلت الشعب المصري ما بيشتغلش، ولولا الستات اللي بتشتغل في البيوت واللي بتشتغل في المطاعم بتصرف على البيوت دي، والرجاله قاعده في بيوتها ما بتخرجش تشتغل وتشرب مخدرات. لا ده سيبه لنا بقى، ده بقى بقى انت بتقول يا سياده اللي هو ان تلت الشعب المصري يعني 30 مليون راجل مراته هي اللي بتصرف عليه واللي بتصرف عليه عشان بيجيب مخدرات؟ ايه يا سياده اللي هو، ارجوك ما تخلطش بين تجاربك الشخصيه وارائك في المحكمه. مش ممكن يا جماعه الناس دي، سوري يا جماعه عصبتني يا سياده اللواء. يعني لو كلامك صح وكل بيت فيه لحمه، كل الناس معاها عربيات وقاعدين في البيت، ستاتهم بتصرف عليهم وهم بيشربوا حشيش، اكيد الناس مبسوطه يعني، اكيد يا سياده اللواء. مش مبسوط ليه حضرتك؟ مش مبسوط يا شايف، انت مصري ولا منين انت؟ انا مصري. مصري بقى مبسوط انت؟ الحمد لله. ادام انت مبسوط انا مبسوط. لا انت مش مبسوط، انا عارف عنك وبقول لك مش مبسوط، صعبت عليا والله. عشان كده المحكمه وفرت خبير سعاده للمواطنين وانت دابته. اتفضل يا ابني ادخل. نعم دكتور وليد هندي بيشرفنا النهارده، استاذ الصحه النفسيه. صباح السعاده. الواحد لازم يتمتع بما هو موجود، يتمتع بابسط مفردات الحياه. لو بتاكل سندوتش فول كل فوليه حبايه حبايه كده وحركها في لسانك كده وانبسط كده. حلها لك اهو، استمتع بالحاجات الصغيره الجميله دي. لو انت بتاكل كاس سندوتش الفول لاعب الفولية ببقك، بتاكل طبق كشري رتب المكرونه والعدس والرز والحمص كل واحد على جنب واقعد جمعهم وانت بتاكلهم، لعبها يا عم ببقك. انت بتهرج يعني فول ايه اللي هلعبه ومصمصه في بقي؟ يعني اجي اشتري من الراجل فول يقول لي تيك اواي ولا مصمص هنا؟ انا عايز حل بجد، حل كرييتيف، حل ما حدش سمع بيه قبل كده. ازاي الحكومة تخلي الشعب سعيد؟ ازاي الحكومة تسعد شعبها؟ اصلح التعليم، لان فعلا في انفاق كبير جدا. اصلح الصحة. أيوة. يعني لو كل مواطن راح لقى مستشفى عامة ولقى سرير ولقى الدواء بتاعه ولقى الدواء رخيص مش هينفق، الحاجات دي كلها هتعمل له سعادة. انا دخلت له باسلوب غير مباشر وجيت له من ورا. من ورا؟ وايه الجديد يعني؟ ده اللي بيحصل. طول عمر المواطن بياخد السعادة من ورا. بياخد صحة وتعليم عموم. يعني انا خلاص طمنتكم وانا خدت القرار والحكم بعد المزاوله، ولازم يعني نحمد ربنا على اللي احنا فيه. برضه احنا احسن من ناس كتير. الناس تحترم النعم زي الكهرباء وزي الميه وزي الخدمات اللي الدوله بتقدمها لهم. احمد ربنا واسجد له، لان عندك جيش ورئيس بيحموا رفاهيتك وانبساطك دلعك ومياصتك. احمد ربنا ان عندك رئيس بيقبل يسمع النقد البناء وبيغير على اساسه. احمد ربنا انك مش قلقان لانك قاعد على لغم. انا شايف ان انتوا المفروض تحمدوا ربنا على اللي انتوا فيه. احمد ربنا ان لسه عندك جامع بتتعبي فيه لاخرتك وكافيه لدنيتك. بتاكل طاقه وتنام امن
وتصحى تبوس ايدك 100 مره لانك عايش في بلد جميل اسمه مصر. انا شايف ان انتوا مش مقدرين النعمه اللي انتوا فيها. عايش في مصر هي دي مش نعمه نحمد ربنا عليها؟ واخد بالك انت؟ احمدوا ربنا احمدوا ربنا. تحيا مصر تحيا مصر تحيا, تحيا مصر. مصر شكرا. خلاص 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 حكمت المحكمة حضوريا ببقاء الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. أشوفكم المرافعة الجاية. بيكم في الفقرة التانية. في حاجات كتير قوي بتحصل في البلد ومحدش بياخد باله منها، احنا نفسنا ساعات مش بناخد بالنا منها. تخيلوا يا جماعة، تخيل اديبه عندنا برلمان في مصر، لا برلمان بحقه حقيقي، برلمان نزل الشعب اختاره، يعني معاه تقريبا صوت الشعب كله، زائد بقى ان البرلمانيين كلهم قريبين فعلا من الشعب، الناس اللي اختارتهم عايشين وسطينا، حاسين بمشاكلنا، بيعبروا عن صوتنا. يا جماعة احنا اخيرا بقى عندنا برلمان حقيقي مصري على ارض مصرية. البرلمان الحقيقي بقى اتعقد في اسطنبول. بسم الله بسم الشعب نفتتح الجلسة. احنا عندنا برلمان محترم، برلمان ناس محترمين، وجهات حقيقية قاعدين بيتكلموا في برلمان بجد. سيادة نائب الدكتور عطية عدلان اتفضل. شعب مصر العظيم، ثوار مصر الاحرار، السيدات والسادة، نواب الشعوب، منتهى العقل، منتهى الفطنة، منتهى الحركة اللي هي في وقتها وفي معادها، يعني انت جاست ان تايم. ما هو مش علشان جاست ان تايم يبقى البليس مش مهم. وبعدين انا عارف ان انتوا عايشين في العالم الموازي. تروحتوا تركيا امتى؟ برلمان ايه يا جماعة اللي هتعملوه في تركيا؟ اعملوه في العالم الموازي، اعملوا بقى هناك برلمان وحكومة وشكلوا براحتكم واسحبوا الثقة براحتكم. لكن جات لكم الفكره ازاي؟ احكوا لنا كده، يعني فكرتوا فيها ازاي وجبتوها ازاي؟ يعني قاعدين كده يا جماعه في انقلاب ومش عارفين نعمل ايه واحنا متبهدلين، بس لقيتها قول احنا نعمل برلمان في مصر؟ لا في تركيا. يا ابن الذين كرييتد، لا جامده فحت. يا برلمانيين يا برلمانيين محترفين بره، مش كده. انا مش قصدي بصراحه على دول، انا قصدي على البرلمان الثاني، البرلمان المحلي بتاعنا، برلمان مصطفى بكري، مرتضى منصور، استاذ حساسين، الناس المحترمة دي، الناس اللي فعلا بتفرحنا. عايز اقول لكم خبر مفرح لكل مصري ولكل انسان وطني، عشان الناس تثق في البرلمان بتاعها وتعرف ان النواب اللي جابوهم مش هيندموا عليهم. ايه يا استاذ مصطفى، ايه هو الخبر؟ بجد ثقتك دي فرحتني جدا. يلا يا استاذ مصطفى عايز افرح بقى، قول الخبر. هذا الاسبوع وقع 337 نائب من البرلمان المصري، يعني أكثر من نصف النواب، على مشروع قرار يعترف فيه بالمذابح التي وقعت على يد الدولة العثمانية للأرمن في الفترة من 1915 ل 1922. حق الأرمن رجع بعد 100 سنة؟ يعني دلوقتي عندنا برلمان في تركيا وبرلمان في مصر بيجيب حق الأرمن؟ ايه يا جماعة، طب ومين اللي يجيب لنا حقنا احنا؟ على العموم مش مهم، المهم ان احنا عندنا برلمان يا ديبو. بصراحة ده في حد ذاته على فكرة خبر يفرح جدا، وخلاص بقى كل مشاكل البلد هتبدأ تخلص وكل واحد هيقوم بشغله. ها البرلمان شغلتك ايه؟ سن القوانين، تراقب الحكومة. انا بشوف ان الحكومة دي عاملة بيان، طبعا انا شايفه ان هو بيان هش ضعيف انشائي سابق قديم، مفيش فيه آليات، مفيش فيه توقيتات، لكن ده الحكومة رايحة وعارفة انها تاخد الثقة، والنواب رايحين واخدين تعليمات ان يدوا الثقة للحكومة. النواب واخدين تعليمات؟ انت بتهزر؟ ده ايه الكلام الجديد والغريب ده؟ يعني واخدين تعليمات ان هم يوافقوا على الحكومة؟ النواب اللي المفروض اعلى من رئاسة الجمهورية بياخدوا تعليمات ان هي توافق على الحكومة اللي المفروض الرئاسة معينها؟ طب يا ترى مين؟ اصل السؤال صعب قوي. يا ترى مين اللي قال لهم على التعليمات ديت ان هم يوافقوا على الحكومه؟ لا بقول لكم النواب اعلى من رئيس الجمهوريه، استحاله يخافوا يعني من
سيسي. لا بس انت عجبتني شجاعتك بصراحه، عجباني شجاعتك. يا ريت يا ريت والله كل الناس زيك كده، يا ريت كل النواب زيك، ناس كده صريحه وبترفض المحسوبيه والواسطه واي حد يمارس عليهم ضغوطات. ايه ده، ده نائب معانا بجد؟ طب ورحت ليه طالما عارف ان العمليه مطبوخه كده يعني؟ طب قول لنا بصراحه يعني، هو كل يعني كل النواب زيك كده عارفين، ولا انت الوحيد اللي كنت هرش الموضوع؟ بيان الحكومه سيء بدرجة جيد جدا، ولا يرقى لطموحات الشارع، بالرغم من اني انا هوافق عليه. يعني البيان وحش وهتوافق عليه؟ اللي هو وحش بس هوافق عليه. هتقول لا يعني صحيح، بس يا جماعه دي تبقى فضيحه يعني، ازاي حاجه زي دي تحصل؟ خلاص يا جماعه شيلوا الصوره، عرفنا خلاص. لا فعلا فضيحه، يا ترى كل النواب زيكم كده، ولا في حد فعلا شريف بيراقب الحكومه وبيقف ضد الفساد في المجلس ده؟ برنامج الحكومه فيه حاجات كده برضو احنا مش هنتخم فيه، حكايه كل مبلغ كاتبينه بالمليارات، هو احنا هنفهم هم عملوا ايه ولا صرفوا كام؟ مين اللي هيعدل على الكلام ده؟ 19 مليار لميزانيه كذا، 20 مليار لميزانيه كذا، في مين اللي هيفهم النقط دي؟ ومين اللي هيحاسب النقط دي؟ لابد برضه يكون الرقابه من مجلس النواب صح. الله عليك يا سياده النائبه، ايوه كده ما يجيبها الا ستاتها فعلا. اخيرا اخيرا لقينا حد بيقف في وش الحكومه، لقينا حد بيقف في المجلس وبيقول لسنا موافقون، لسنا موافقون. في النهايه برنامج الحكومه موافقون موافقون. نيلك يا ابو محمد، ابو محمد عارف اللي انت قلتيه ده؟ انت مالك انت ومال القوانين دي؟ مش تقعد في بيتك كده تخدم ولادك وتخدم ابو محمد؟ مش عارف انتوا بتمثلوا الشعب ازاي يعني. لا بجد بقى بجد، انا عايز حد كده يقول لنا ايه حكايه المجلس ده، يحكي لنا الحكايه من الاول. كان يا مكان، وفي سالف العصر والاوان، كان في 221 نائب في البرلمان، قدموا مقترح لرئيس مجلس النواب بيطلبوا فيه بتوفير بدل للانتقال والمبيت والتغذية، طلب زيادة بدل حضور الجلسات وبدل الاغتراب والمظهر والعلاج والاتصال، طلبوا بزيادة البدلات الانتقال وبدلات المظهر، وكمان زيادة بدل جلسات البرلمان الأساسية وبدل حضور اللجان النوعية. جنب ده بقى أحد النواب من الصعيد تقدم بطلب رسمي للبرلمان على أن يتم منح كل عضو وزوجته تأشيرتي حج على حساب المجلس. يعني واخدين بدلات وعايشين حياتكم على حساب الدولة، وكمان عايزين تمسحوا ذنوبكم على حساب الدولة؟ وبعدين ذنوب إيه اللي أنتوا بتعملوه؟ ما أنتوا وش ذنوب أنتوا؟ شايفين ده أنتوا يعني وجوهكم كده مضيئة بنور الإيمان، مش محتاجين أنتوا الحاجات دي خالص. اللي يروح يعمل حج ده الشعب، مضيها سرقه كده من قوت الحكومه، وبياكل فلوس الغلابه من القضاه والجيش والشرطه. انتوا عالم زهده في الدنيا، مش محتاجين الكلام ده. البرلمان عاملين زي ما يكونوا ما صدقوا يعني بدلات، ومش عايزين وعايزين وبيطالبوا بامتيازات كمان، مؤخرا طالبين امتيازات زياده، يعني ناقص يطلبوا ان احنا نحاسبهم بالساعه مثلا. انت اللي مزعلك، انت اللي مضايق بس، مش عايز نحاسبهم بالساعه اوكي ولا يهمك، عايزه مرتب شهري نعمل لك حاضر مرتب شهري، اللي انت عايزاه نعمله لك. هم انت ما تضايقيش نفسك خالص، اصلا مستحيل مستحيل يعني نواب في مجلس الشعب يتحاسبوا بالساعه. انه احد الطلبات الهامه من اعضاء البرلمان كانت الاتي: زياده المكافاه اللي او الراتب اللي بيتقاضاه كل نائب من النواب على ان يكون او على ان تحتسب المكافاه بدل من المكافاه لكل جلسه، ولكن تحتسب مكافاه لكل ساعه. انتوا ازاي تهينوا النواب كده يا جماعه؟ يتحاسبوا بالساعه؟ عيب لما نقول كده، معروف مين اللي بيتحاسب بالساعه، محلات الانترنت والسابر معروفه يعني. بس والله يعني يستحقوا بصراحه، الناس بتتعب يعني، المفروض مش يتحاسبوا بالساعه، دول يتحاسبوا بالدقيقه. لو احنا حسبنا عدد الايام اللي اشتغل فيها البرلمان مقابل عدد الايام اللي خد فيها اجازات، هيطلع نسبة لا تذكر. كشف حساب المجلس خلال 78 يوم اشتغلوا فيهم 21 يوم عمل، خدوا 57 يوم اجازة. مشغولين يعني؟ مشغولين على مسافرين؟ ده يبقى ايه ده؟ مشغولين مسافرين وانت مش عارف يبقى ايه؟ بتقول لك 57 يوم اجازة ومسافرين ومش عارف يبقى ايه؟ اقول لك انا يبقى ايه، بس انا بصراحة خايف من الرقابة.
بص هي حاجة أولها بحرف الخاء، كلمة الكلمة اللي تتقال لما الواحد المفروض بيشتغل وبيتدلع. أيوة بالظبط، خروج بره البلد، بيسافروا. ايه يا عم هي واضحه ايه، بس مش يمكن يعني نكون ظالمينهم؟ مش يمكن تكون الاجازه دي مرضيه ولا حاجه؟ يعني ايه سبب الاجازات دي كلها نواب انتوا؟ اكتر ما برلمان في دوره انعقاد خد اجازات. كل ما يسافر الرئيس ياخد المفتاح معاه. رغم ان انا عندي 2 وكلاء يعني، انما الرئيس ما بيحبش حد يقعد على الكرسي، ياخد المفتاح ويمشي. والبرلمان اجازه يا شباب. بعد 10 ايام، بعد اسبوع، زي ما انتوا عايزين كده يا ريس. كده يا ريس تخرج وتاخد المفتاح معاك؟ طب اعمل لهم نسخه ولا حاجه، هم خلاص كبروا وممكن يعتمدوا على نفسهم على فكره. طب اقول لك ايه، بسيب المفتاح تحت الدواس. يا رب بس الريس الكبير بتاعنا ما يقلدكش، ده ممكن يقفل علينا بره ويمشي. بص العبره مش بالحضور، يعني في ناس على طول موجوده وملهاش لازمه اساسا. يعني المهم الايام اللي النواب بيجوا فيها بيخلصوا فيها شغل بقيه السنه. ظاهره الغياب بتاعه النواب كبيره، غيابات مؤثره لدرجه ان في كثير من القوانين ما لقتش النصاب. النواب ما بيحضروش اصلا، تسرب النواب، تزويغ النواب، المزوغاتيه، لم يحضر احد. ده كلام يرضي ربنا. ما حدش شاف نائب ما حضرش يا اولاد الحلال وحاجات زي كده. نائب تايه يا اولاد الحلال، حد شاف نائب هو لابس بدله كده ومعاه قرطاس لب داخل على 60 سنه اللي يلاقيه يجيبه قدام باب المجلس وله الاجر والثواب؟ يا رب نلاقيه يا رب. لو حضرتك بتزور المجلس وتدخل الباب الفرعوني، طبعا هو كافتيريا كبيره فخمه جدا، يعني خلال انعقاد الجلسه تلاقي زحمه غير عاديه، القهوه والشاي والليمون وكله قاعد يتكلم وقاعد الباب الفرعوني، فالقاعه فاضيه، الباب الفرعوني ما فيهوش كرسي. خلاص يا ولاد الحلال، خلاص لقيناها الحمد لله، عند الكافيتيريا تحت الشاي، كان جعان كده وعايز ياكل سندوتش جبنه رومي وكوبايه شاي، بس الحمد لله ان احنا لقيناه. يعني دلوقتي اجازات وبدلات وحج وغيابات وحساب بالساعات، يعني كل الحاجات دي بتتكلف ملايين، كل دي فلوس. يعني انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين يا جماعه؟ نوافق مجلس النواب على مشروع قانون واللي من شأنه زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية، ده هيكون قدره 25 جنيه. ويقر مشروع القانون زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية يكون 150 جنيه بدل من 100 جنيه. اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل بمجلس النواب موافقون على رفع تذكرة المترو لخمس جنيهات، وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيه بدل من 10 جنيه. البرلمان يوافق على 13% سعر ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيه بدل من 10 جنيه. ضريبة 5 جنيه على عقد الزواج و5 جنيه على الطلاق. وكمان زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية عشان يكون 20 جنيه بدل من 10 جنيه. وزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود اللي يكون 10 جنيه بدل من 5 جنيه. طب تاخدوا المايك؟ طب تاخدوا الفرقة طيب؟ لو تاخدوها سيبوا لي ديبو يعني. طب بصوا أنا عندي كليتين، خدوا واحدة. يعني كفاية واحدة والله. أنتوا عارفين المشكلة في إيه؟ إن برضه لو خدوا كل ده من الناس مش هيكفيهم. ده يدوب يكفي مرتبات شوية قضاة على شوية معاشات قوات مسلحة. لا أكيد في وسيلة تانية يجيبوا منها فلوس تكفي الليلة دي كلها. النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة لمجلس النواب بيقول فرض الضرائب على العاملين بالخارج عادي جدا، وقال إن دول بيقبضوا كتير والمفروض الضريبة تكون أكبر من كده. سيادة النائب، الناس بيقول لك واحنا طالعين بره نشتغل ولا طالعين بره نديكم انتوا فلوس كبلد، ومجلس النواب عمال ياخد مننا ضرائب في فلوس في فلوس في فلوس. يا عم عليك، يا دي فلوس بصراحة؟ يعني دي تعتبرش فلوس، ده راجل بيشتغل في الخارج بصراحة مش شايفها بدعة يا دكتور خالص، بالعكس أنا بعتبرها، أنا يعني لو كان أكتر كمان شوية كان أحسن يعني. لا كده خدوا ديبو بقى، معلش يا ديبو، يعني هعمل ايه؟ النواب عايزين تاني يعني. وبعدين دي فلوس، انا المتغرب ده يعني حيا الله سايب اهله واصحابه ومتغرب عشان يعمل شويه فلوس يعني يامن بيها حياته، حاجه تافهه كده. عكسك طبعا، تدفع كل فلوسك لمصر انت. بس ايه الدافع اللي هيخلي الناس اللي في الخارج تعمل حاجه زي دي؟
دول ناس عايشه بره يعني مش بيستفيدوا من البلد ولا من الحكومه باي حاجه علشان تاخد او تقدم لها ضرائب. ومعظمهم زي ما انت حضرتك عارف بيبقى لهم لما بيجوا بيرجعوا بلدهم بياخدوا كل الخدمات بياخدوا كل الامتيازات اللي بياخدها المواطن العادي، مفيش اي تفرقه بين المواطن اللي مسافر والمواطن اللي موجود في البلد. يا زكي يا زكي انت كنت تقول له ادفع يا اما هتاخد كل امتيازات المواطن المصري، لكن كده هيدفع ليه؟ كان هيدفع لك كل اللي معاه، ده كان هيحط لك في ضمن الورثه كمان. بس هل المجلس هيوافق على حاجه زي دي اصلا؟ يعني هل هيوافق عليها يا استاذ حساسين؟ يعني بما انك يعني عضو برلماني محترم بتروح كده الصبح وتقعد بسندوتشات وكوبايه اليانسون من العطاره بتاعتك في اول ديسك، تفتكر يا استاذ حساسين هيوافقوا؟ يعني خلاص مجلس النواب وافق، عرفنا عليها مجلس النواب وافق على هذا القرار خلاص مبدئيا. وافق علينا من حيث مبدئيا على هذا القرار. نعم على هذا القرار. ايه يا حساسين انت بتساله؟ انت عضو في مجلس الشعب. انت من الناس اللي بتغيب، لك حق بصراحه، ما انت بتقعد كل يوم على الهواء اربع ساعات بحالهم، هتفضل انت تروح المجلس الشعب ده غير طبعا الثمان ساعات اللي في العطاره الصبح. بس انا لو منك احاول اروح المجلس، يعني بعد الشر يعني احاول اعدي عليه، مش جايز تطلع باي مصلحه، مصلحه للعطاره طبعا، هتبيع لك شويه ربع كيلو بابون، ربع مرمريه، حاجات من دي. ولو لك انت ممكن تطلع بمصلحه تانية، بص انت اطلع بمصلحه للقناه. مع الهاتف الاستاذه انيسه حسونه عضو مجلس النواب وعضو لجنه العلاقات الخارجيه. معايا الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنه صحه مجلس النواب، رئيس لجنه الشؤون الافريقيه، عضو اللجنه الدينيه، عضو لجنه التعليم، وكيل لجنه الشؤون الخارجيه، عضو اللجنه التشريعيه بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن اسكندريه، دائره المطريه، دائره المحموديه البحيره، دائره حلايب وشلاتين عن كفر الدوار، عن دائره العريش حسام بيه. ازي حضرتك يا بلال بيه؟ معالي النائب ازي حضرتك؟ حاتم بيه ازيك؟ اسامه بيه؟ محمد بيه؟ الهامي بيه؟ ازاي سعادتك يا فندم؟ ازيك سعيد بيه؟ كل سنه طيب. شكرا للنائب المحترم مصطفى بكري. شكرا للنائب سعيد حساسين، نورتنا يا فندم، عقبال ان شاء الله ما نشوفك كده في المجلس قاعد. من الاخر النظام المصري قايم على الديكور، بيمثلوا ان هو نظام ديمقراطي وكده، يعني بانهم يعني بيعملوا انتخابات رئاسيه ودستور وبرلمان على اساس يعني ان البرلمان ده هيراقب الحكومه ويراقب الرئيس. طب تخيل معايا مثلا كده، يعني مثلا يعني حاجه ما بتحصلش، ان في نائب اتجنن في دماغه وقدم طلب مراقبه لميزانيه مكتب الرئاسه. طبعا ده سؤال فلسفي ما بيحصلش اصلا، ما حدش بيساله اساسا، لان لو في حد سال السؤال ده ما كانش تعين اصلا في البرلمان. ما هو البرلمان عندنا بيجي بالتعيين على فكره، ولو يعني في برلمان راحت منه وسال كده فعلا زنزانة سبعة. استنونا الفقره الجايه. اهلا بكم. من خمس سنين والجيش السوري بيقضي العيد بالجبهه علشان طبعا يحارب الارهاب ويدافع عن مدن الشعب السوري، لكن في العيد السنه دي قرر اهالي مدينه دريا المحاصره في ريف دمشق انهم يعزموا الجيش وطبعا بشار يصلي العيد عندهم. طبعا بشار سمع الدعوه وراح يصلي العيد فورا عندهم. إنجاز الجيش العربي السوري أصبح الآن محل تحليل في كل العالم، الكل عم يحلل شو عم يصير. الجيوش المحترفة أنا بعتقد بالمستقبل سوف تدرس هذه التجربة، ومراكز التحليل العسكرية بدأت تتحلل ورح تحلل هالتجربة لحتى يستفيدوا منها. بص، هو أولا حلو قوي التلاحم بين القائد والجيش والشعب، هو نعم ما فيش شعب، هو رئيس وجيش، لكن حلو على فكرة التلاحم ده. وعجبنا اكتر بشار وهو بيتكلم عن تجربه الجيش السوري العظيمه اللي لازم بقى تدرس، يعني العالم كله لازم يدرسها، مش عشان طبعا يطبقها على شعوبه، لا، علشان هيلاقوا فين جيش بيعتني بممتلكات شعبه. الجيش السوري كلنا عارفين ان هو بيعتني بالفريزر، الغساله، الميكرويف، الكنب، يعني هتلاقوا فين جيش بالامانه دي بصراحه. مؤسسه الجيش العربي السوري لحفظ الامانات. عزيز المواطن، عاوز تنزح أو تلجأ إلى دول الجوار وخايف على ممتلكاتك؟ الجيش السوري لقى لك الحل. الهجرة عليك والتفاصيل الباقية علينا. كل المطلوب منك إنك تحط ببطنك بطيخة صيفي وتهرب، وعفشك حيبقى بإيد أمينة، وتوصيلك
علينا وعفشك لينا، ولو اتأخرت خلي البطيخة في التلاجة وإحنا بناخدهم مع بعض. فروعنا جاهزة في كل المحافظات وعندنا كل الاختصاصات. للاتصال والاستعلام www.الجيشالعربيسوري.com. أظن كل جيوش العالم نفسها تاخد نفسها تطبق التجربة دي، بس بشار ما راحش داري يعني عشان يهني الجيش بس، أكيد عنده مهمة تانية بالمدينة دي. يعني مش معقولة يعني سرقة الممتلكات هم لا أكيد طبعا إن هم يعني عندهم مهمة أعلى من كده. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. داري اليوم بمثالها الحي تنادي كل السوريين، ليس أمامكم إلا المصالحة وترك القتال. تنادي كل السوريين أن المصالحة هي الوسيلة الأصح والأضمن. نحن واثقون أنه بعد النصر القريب بإذن الله سنعيد معك يا سيادة الرئيس بناء سوريا الحديثة لتعود أجمل وأحلى وأقوى وأكثر حداثة وتطورا. كل دول يا شيخنا أجمل وأقوى وأحلى وأكثر حداثة كلهم كده بقيادة بشار؟ طب بشار دمر سوريا، قصدي يعني أنقذ سوريا من المؤامرة، ودي مرحلة حرب. يعني مش غلط تحصل انتخابات في سوريا ويجي رئيس جديد وحكومة جديدة تعمر البلد؟ طيب دي خطبة عيد ولا رشدة من القيادات العامة للمخابرات؟ ما تتكسفش زي عندنا بالظبط، يعني هو الكلام واحد. يعني ده انت يا اخي حتى ما اتكلمتش عن اهل داريا وشهدائها وقعد تمجد ببشار وجيشه اللي هم اصلا دمروها. لا بس ما اظنش ان الرساله من زياره بشار وصلت، يعني اصل خطبه العيد في سوريا نفسها في مصر الجزائر معظم الدول العربيه انتوا عارفين، اكيد في رساله تانية من بشار عايز يوصلها. سيدي الرئيس تعيش سوريا الان اجواء عيد الاضحى المبارك. ايه يا عم انت يعني سيد الرئيس ماشي كده تروح تنط في وشه وتفاجئه بالاسئله؟ استنى عشان يحضر. مش معقول يعني يكون الرئيس ماشي تقوم انت ناطط في وشه كده من غير سلام ولا كلام؟ لا ما هو اكيد يعني المقابله عفويه والرئيس ما كانش يعرف خالص ان الاعلام جاي. ما انتوا عارفين داريا بتعم بالامن والامان والحياه الحلوه، فطبيعي جدا الاعلام يكون ماشي بالصدفه يقوم يتفاجئ بالرئيس في المدينه الفاضيه اساسا. يا جماعه كفايه بقى تضيع وقت، يعني الشعب السوري كله كان مستني رسالة بشار يشوفه هيقول ايه للسوريين في العيد. نرى الأمور بنفس الطريقة، نقدرها بنفس الطريقة. المؤامرة كانت واضحة، الدور الخارجي كان واضح، دور العملاء والخونة كان واضح، وحتى هذا اليوم خاصة دول التي انغمست بشكل مباشر في التآمر على سوريا ودعم الإرهابيين، وطبعا مع الخونة وعملائهم من السوريين الذين قرروا أن يكونوا جزء من المخطط الأجنبي. يا دي الخونة والعملاء والمؤامرات الأجنبية ونفس الكلام اللي بنسمعه في كل حتة. انت يا عم يعني طب ما عندكش مثلا معارضين سوريين من عامة الشعب، ناس مثلا يعني مثلا رفض حكمك، ناس اتجننت كده فعلها وعايزة تنتخب حكومة ورئيس لبلدها، هو يا إما معاك يا إما إرهابيين وخونة وعملاء. انت عندك نوع تالت كده اسمه المعارضة الوطنية اللي هو شغل المخابرات بتاعك. عندنا منها، عندنا لا المعارضة اللي بتطبل لك أكتر من إعلام النظام نفسه. بس بلاش الكلام الوحش ده، أكيد بشار يعني راح داريا علشان ينفذ فعلا طلبات شعبه. إن دولة سورية مصممة على استعادة كل منطقة من الإرهابيين، على إعادة الأمن والأمان، على إعادة الإعمار، على إعادة البنية التحتية، على إعادة بناء كل ما هدم بكل معانيه البشرية والمادية. نأتي اليوم إلى هنا لكي نستبدل حرية المزيفة التي حاولوا تسويقها في بداية الأزمة وبما فيها دارية بالحرية الحقيقية، الحرية التي تبدأ بإعادة الأمن والأمان، تستمر بإعادة الأعمار، وتنتهي بالقرار الوطني المستقل. شايفين يا سوريين؟ شايفين الدولة؟ أهو بشار بقى مصمم إن هو يرجع كل منطقة من المعارضين من الإرهابيين، وتبدأ بقى إيه عملية إعادة الدمار، قصدي الإعمار. وكمان بقى إيه هيعمل لكم فجأة، هيبدل الحرية المزيفة بالحرية الحقيقية بتاعته اللي هي بتبدأ بالأمن والأمان. ركزوا في دي، حرية الأمن والأمان، يعني انت حر وفي امان طول ما انت تحت بشار الاسد. الناس كلها اكيد عارفه الموضوع ده، خلي بالكم
لو مش هتبقوا تحته بشار هيجي يصلي العيد عندكم. بس بشار كقائد وطني حنين اكيد مش راضي عن اللي حصل وبيحصل في داريا دي. يعني داريا دي مدينة دمشقية حلوة شهيرة بزراعة العنب، وبتبعد عن القصر الجمهوري 10 كيلومتر. نقول مع كل أسف أنتم حزانة ومقهورين، نحن سعداء. نحن سعداء أولا لأن دارية عادت لحضن الوطن، وسعداء لأنكم حزينين ولأنكم مقهورين. سعداء ومبسوطين علشان دارية رجعت لحضن الوطن. هي صحيح رجعت حجارة وأهلها كلهم ما بين مهجر ومعتقل وشهيد، بس المهم إنها رجعت. هتقولي بقى ما فيهاش شعب، عادي يا عم الشعوب بتروح وتيجي، لكن أهم حاجة سيادة الرئيس يكون فعلا مبسوط. بس السؤال هنا بقى البشار، يا ترى هتجيب منين شعب علشان تحكمه بعد ما هجرت وقتلت كل أهل دارية؟ دولة سورية تقوم بتهجير الأهالي وتغير التوزيع الديموغرافي في كل منطقة يتم تحريرها، وفي كل منطقة يتم حدوث مصالحة فيها أو تتم فيها مصالحة، ماذا تقولون؟ أيوة ماذا تقول يا سيادة الرئيس بشار؟ كسر الحديث والناس كلها بتتكلم يمين وشمال، وفي بقى مغرضين أنت عارفهم كويس اللي هم الخونة والإرهابيين بيقولوا إنك بتهجر شعبك، وكمان بقى بتغير البنية السكانية للشعب السوري، وإحنا أكيد أكيد ما بنصدقش الناس دي، إحنا بنصدقك أنت، عشان كده إحنا بنسألك هل فعلا الكلام ده صحيح ولا أنت لا تقول كلمة الحق؟ قول. هذا المصطلح خبيث وخطير، وطبعا مع تلقي بعض السذج في سوريا وهم قلة هذا المصطلح كما هو من دون تحليل. عمليا سوريا كأي بلد متنوع، يعني الحالة الديموغرافية تتبدل عبر الأجيال بسبب مصالح الناس الاقتصادية والحالة الاجتماعية والظروف السياسية تتنوع، لذلك لا تستطيع أن ترى مدينة كبرى أو صغرى، طبعا لا أتحدث عن الريف وضع مختلف القرى، ولكن المدن دائما تكون متنوعة وخاصة دارية وخاصة المدن القريبة من المدن الكبرى كدمشق وحلب، فهي مدن متنوعة لا يمكن أن تكون من لون واحد وشكل واحد. فإن المجتمع السوري هو مجتمع مفكك، وبالتالي المجموعات تعيش ضمن الوطن الواحد، ولكن كل مجموعة تعيش في مدينة لا تقبل مجموعات أخرى، لا تقبل شرائح أخرى. يظهر بأن المدن تنتمي لطوائف لأعراق لأديان لشرائع، ومن هذا الكلام وهي القضية الطائفية بالدرجة الأولى. الحقيقة بالنسبة لنا في سوريا أنا لست قلق لسبب بسيط، لأنه منتج قديم ولكن بعلبة جديدة، كما كلما فشل المنتج يسحبوه من السوق يعيد تغليف بغلاف جديد يضع له تسمية جديدة ويقدمه. شايفين شايفين وسمعين يا طائفين يلي ما بتكسفوش أبدا، سوريا مجتمع متنوع. إزاي بقى؟ يعني أنت مثلا لو ماشي في دمشق بيوقفك حاجز لبناني لحزب الله عادي خالص، مجتمع متنوع. لو أنت رايح الشام القديمة هتلاقي عناصر عراقية من لواء أبو الفضل العباس، مش بس بيوقفوك لا عادي جدا تلاقيهم بيهتفوا للقيادة الحكيم، عراقيين بقى يعني مجتمع متنوع قصدي. لو أنت مسافر حلب وتهت في الطريق عادي جدا تلاقي جنود ايرانيين تسالهم يقول لك تروح ازاي حالك. لو انت بقى في ادلب وبتقطف كده الزيتون هتلاقي 4-5 مسلحين افغانيين بيساعدوك لوجه الله. ليه؟ مجتمع متنوع. بشار واعلامه بيحاربوا دايما كل مظاهر العنصريه والطائفيه، بس المخرطين السذج ما بيصدقوش، يعني رايحين بقى يستفزوا الرئيس والجيش عشان يروح يضرب المدن دي كلها. وبيضربها بايه يا عين؟ ده بالبراميل المتفجره. وكل ده ليه؟ ما أكيد عشان المصلحة العليا اللي محدش فاهمها ولا يعرفها غير بشار ونظام. لصالح من ندمر مدننا؟ نحن الآن لو نظرنا الآن ونحن في أرض الواقع، لصالح من فعلنا هذا أو ضد من؟ بكل تأكيد ليس لصالحنا، لصالح دول أخرى، ولكن بكل تأكيد هو ضدنا. أيوة بقى بشار يا أخي قولها وريحنا. بتدمر بلدك لصالح مين؟ وبتهجر شعبك لصالح مين؟ أكيد عشان مصلحة ناس تانية، مش أنت خالص، مش علشان تقعد في القصر نهائي، لأن اللي أنت عملته وبتعمله أكيد مش لصالح الشعب برضه اللي اتقتل وتهجر. ومدينة دارية اللي هي موجودة في ريف دمشق يعني عبارة عن نموذج لكل المدن السورية اللي بتعمل فيها كل ده علشان مصلحتك. أظن لا التاريخ ولا أي حد هينسالك اللي عملته في سوريا. استنونا الفقرة الجاية. بكم في آخر فقرة من جو شو. ضيفنا النهاردة ضيف مميز، شاب كانت بدايته بكاميرا الموبايل بفيديوهات بيعملها على فيسبوك، مع الوقت الفيديوهات انتشرت
والصفحة على الفيسبوك كبرت وبقى بيتابعها أكتر من مليون. مع الوقت الموضوع اتطور وبقى عنده برنامج أسبوعي بيتابعه مئات الألاف من الشباب العربي. رحبوا معايا بسائر والي. بقول ضيف خفيف الظل انت داخل واخد الموضوع جد ليه يعني؟ لازم يعني مشان ما الناس يفكروا خفيف كتير. حبيبي يا سائر مشرفنا النهارده. حبيبي يوسف انت مشروعك اسمه سيريان سلابينا. طيب يعني ايه سيريان سلابينا الاول عشان نعرف الساده المشاهدين؟ هلا كلمه سلابينا كلمه متداوله ببلاد الشام اكثر شيء بفلسطين وسوريا ولبنان حتى بالاردن. الشخص المسلوب مثل هو الكذاب الظريف او كلمه سلبه لما تحكيها انك انت لما تكون عامل مشكله وبدك تمررها بشكل لطيف يعني فبتسلبها على الناس. بتشتغل فانت هيك سلبت اشتغالاتي نفس عندنا في مصر بنسميه اشتغالات. بيشتغل هاي هي سلبينا. طيب في سيريان سلابينا ايه المضمون اللي بتقدموه؟ هلا سيريان سلابينا يعني نحن عم نعمل كوميديا مثل ما بتعرف اللي عم بيصير بسوريا اليوم، السوري اللي بالداخل وفي السوري اللي بتركيا واللي باوروبا وكل شخص يعني سوريا عم بيصير معه مواقف وحالات بتختلف عن الثاني. فعم نحاول نحاكيها بسكتشات كوميديه. هي المشكله ان الواقع السوري شويه قليل بتنقله بشكل هادلي كوميدي يعني ولا بشكل او هل هو الشكل ده سياسي ولا شكل اجتماعي ولا شكل؟ ما عم نحكي سياسه بشكل مباشر لانه مو شغلتنا نحكي سياسه. نحن عم نحكي انعكاسات سياسيه على حياه الانسان السوري. هذا اللي عم نعمله بسلبينا. ومثل ما قلت لك هلا بلشنا بالسكتشات. قريبا راح نفكر نعمل كمان برامج. وسلبينا هلا صارت مثل شركه انتاج صغيره بننتج من خلالها برامج للشباب السوري ولنا طبعا. الشباب السوري بس ولا الشباب العربي عموما؟ هلا لا السوري حاليا لانه عندنا بلاوي يعني اللي فينا مكفينا. في عندنا كثير مواضيع لسه نحن كفريق سلبينا ما بنقدر نغطيها كلها. فعم ننتج في مع الوقت اذا تطورت التجربه وكبرت اكثر فممكن ننتج طبعا للشباب العربي. سائر يعني انت بدايتك كانت على السوشيال ميديا، مع الوقت بقيت احد مش عايز اقول مشاهير السوشيال ميديا لكن احد الناس اللي نجحت ان هي معروفين. او انت قدرت تترجم افكارك لمشروع حقيقي اكبرت ناس كتير قوي مئات الالاف مش عايز اقول ملايين وكان في طبعا ملايين بيتابعوكوا. تجربه النجاح دي لو في حد عايز يعني واحد عنده موهبه عايز ينقل الموهبه ديت للسوشيال ميديا وعايز مش طبعًا. عايز اقول يتشهر لكن يقدم موهبته للناس. طبعا انت عارف التلفزيون انك توصل للتلفزيون ده صعبه جدا لكن دلوقتي كل واحد عنده موبايل اليوتيوب او الفيسبوك او انستغرام او كل مواقع التواصل الاجتماعي بقت نافذه مفتوحه لاي حد يقدم موهبته. تمام. السوشيال ميديا اي حدا اليوم معه موبايل بيقدر يعمل قناه على اليوتيوب او حتى على الفيسبوك يصور ويحكي. المشكله بالسوشيال ميديا في كثير ناس موهوبه لكن ما قدرت تكمل فيه. السبب انه في كثير موهوبين ما عندهم رحابه صدر يتحملوا التماس المباشر مع الجمهور. السوشيال ميديا بالنهايه مسرح افتراضي. الممثلين على المسرح القديم الجمهور بيكون قاعد، اذا انت قدمت شيء حلو الجمهور بيزقف، اذا قدمت شيء غلط الجمهور بيدير ظهره وبيطلع. بينما على السوشيال ميديا الجمهور ما بيطلع، اذا قدمت شيء غلط بيضل نازل فيك بحس ان انت بتاعه انت جاي تخدمه خلاص. فالسوشيال ميديا في كثير مثل ما قلت لك موهوبين ما قدروا يكملوا لانه ما كان عندهم رحابه صدر على هذا التماس المباشر. لو في حد من الشباب عنده موهبه هل يقدر يتواصل مع فريق سيريان سلابينا وانت من خلال ده تقدر تطلع موهبته ده للجمهور؟ تماما. عملت ده قبل كده مع حد؟ ايه عملناه مع كثير. طلعتوا كثير من المواهب؟ ايه. سورية فقط؟ سوريين ايه. في مثلا في عندنا كثير من فلسطين مشاركات بتجي. في مشاركات اجتنا كذا مره مشاركات من مصر بالمناسبه. في شاب هيك تخين شوي بيحكي بطريقه بتضحك نشرت له مرتين بعدين ما عاد بعت لنا. ففي يعني عندكم جديد غير برنامج مجنون يحكي في سيريان سلابينا؟ ايه عندنا. قريبا رح نبتدي سلابينا سكتش. رح تكون سكتشات اسبوعية. نفس فريق سيريان سلابينا؟ نفس الفريق ورح يدخل وجوه جديدة كمان ويعني في مواهب جديدة كمان سورية معروفة رح تنضم لنا ان شاء الله بسلابينا سكتش. رح يصير سكتشات اسبوعية بنفس الطريقة اللي عم نعملها. سكتشات بتحاكي الحالة السورية، الحالة اللي عم يعيشها الشعب السوري بطريقة خلينا نقول يعني
كوميديا اوكي يعني في ناس بتضايقوا انه الوضع السوري ما بيتحمل الكوميديا، نحن بنقول لا مو غلط انه بس لا 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 لاقت قبولا عند الجمهور السوري خصوصا والجمهور العربي عموما. هلا عند الجمهور العربي لانه السوريين متوزعين بكل الدول العربيه. هلا نحن عندنا كثير متابعين من مصر مثلا، من الجزائر كثير في عندنا من الجزائر، لانه الشان السوري بيهم الوطن العربي كله. الشان السوري بيهم الوطن العربي، وهموم الشباب السوري متشابهه اصلا. متشابهه يعني مثلا الشاب السوري اليوم اللي هو معارض للنظام وعم بيعمل شيء ضد بشار كثير بيشبه المصري اللي هو معارض للسيسي وعم بيعمل شيء ضد السيسي، والمؤيد المؤيدين بيشبهوا بعض بكل المناطق بالضبط. نفس الشيء احنا شعوب عربيه سواء مؤيد او معارض تحس ان احنا فينا نفس الصفات، نفس الصفات ونفس المفرد يعني نفس الصفات، حتى في المفردات قريبه من بعضها اللي بنستعملها لنوصف الاشياء مثلا بالموالاه او بالمعارضه. فهذا الشيء خلى يعني تجربه انتشار عربيه مجنون يحكي بالتحديد. بتتابع الاعلام المصري؟ طبعا. اي اكثر اعلامي بتحبه في الاعلام المصري؟ والله راح مين عكاشه. توفيق عكاشة هذا رهيب. ليه دائما اي ما بسال اي حد عربي يقول لي توفيق عكاشة؟ يا اخي هذا كوميديا بحد ذاته. كوميديا بحد ذاته مو معقول. يعني انا شفت له واحده من حلقات جوشو تبع الحديث تبع انه اذا واجهت حاكما ظالم وانت على حصانك وبعدين نزلت له هذا حديث لا لا, لا, لا هو يالف من دماغه. ربنا بيقول لك ايه، هو اول شيء قال ربنا بيقول لك ايه، ربنا بيقول لك ايه بعدين يبقى انت عيل زباله. يعني هي كوميديا بحد ذاتها خلص. فهذا راح. لا يمكن عندكم حد في سوريا زي توفيق عكاشة؟ والله احنا في عنا شوف الاعلاميين السوريين خبساء. احنا اتكلمنا على التشابه في الشعوب العربيه في سواء مؤيد او معارض. تمام. اتكلم بقى في الاعلام، هل في مثلا عندكم حد زي توفيق عكاشة؟ هلا احنا اشهر واحد عنا شريف شحاده. هذا شريف شحاده كثير يعني هلا السوريين كلياتهم بيعرفوه، حتى العرب متابعين للشان السوري بيعرفوه. في عندك طبعا في اعلاميين لبنانيين كمان داعمين للنظام، في عندك ناصر انديل. هذا عليك انا عارفه طبعا عارفه ده. في عندك الشيخ شلاش. بس الناس دي يعني ما ارتقتش لتوفيق عكاشة. هلا بشكل عام الاعلاميين المصريين يعني اعلاميين النظام المصري خلينا نقول مشان ما نقول ما نظلم الاعلام المصري. اعلاميين النظام اليوم يعني اذا بتتفرج كل شيء عم بيعملوه يعني غريب، المفردات اللي بيقولوها، الاسلوب اللي بيحاولوا يعني يخاطبوا الشعب فيه اسلوب غريب عجيب. فهذا بحد ذاته ماده كوميديه رهيبه. خروجك من سوريا او انك سبت بلدك واهلك والكلام ده كله، هل ده اثر عليك ولا هل ده اداك دافع اكتر؟ والله شوف انا ما سبت اهلي لانه اهلي طلعوا معي يعني الصراحه. طلعنا كلنا بس مجبرين. طبعا مجبرين. طبعا نحن معارضين. اذا انت معارض وبدك تضل بالشام بتعرف شو الترتيب، يعني ما بدك احكي لك. فنحن طلعنا كلياتنا مجبرين من بلدنا. ان شاء الله نحن وكل السوريين عن قريب بنرجع على سوريا. سوريا حره فيها كرامه لمواطنه. بس هذا الشيء خلى مو بس عندي، عند كل السوريين تحدي كبير. السوريين طلعوا مثلا مصر او بتركيا فتحوا مطاعم، فتحوا مصانع، فرضوا نفسهم، ما قبلوا انه يطلعوا يكونوا عالي على حدا. طيب في نهايه الفقره ما تبقاش غير اني اقول لك شكرا ليك. شكرا انك كنت معنا النهارده، تشرفنا بيك. شكرا لكل الساده المشاهدين اللي تابعونا، نشوفكم الاسبوع الجاي من جو شو.